أوقات ولله الحمد، ولكن جاء واحد مصوم نهار 20 مارس 2013 اللي هو المعمول به الآن بالنسبة للصفقات العمومية، وصلح بزاف ديال الخروقات اللي كانت. فوقاش خرج هذا 1900؟ 2013 دابا هو المرسوم، دابا المعمول به المرسوم ديال 20 مارس 2013. ولكن واش كتشوف هذا القانون هذا واش يعني كيوفر جميع الامكانيات القانونيه باش تمر الصفقات العموميه على اتم وجه، او يعني مازال الصفقات العموميه كتعاني من مجموعه ديال الاختلالات؟ لا، هو هذا المرسوم، هذا مرسوم مزيان، ولكن هنا اللي تلاحظ هو الحكومه اللي تجي تتبدل هذه المراسيم، فهمتي؟ لانه ما تخدعش لواحد القانون، فهمتي؟ لانه كان غاتخدع القانون غادي يكون يدوز في البرلمان، يدوز فيه نقاش، يدوز فيه بزاف ديال المسائل، غادي يكون القانون، ولكن هو مرسوم، والمرسوم ملي تجي شي حكومه تتبدلو على حساب الكفاءات اللي عندها، وعلى حساب المسائل اللي وصل للعين ديالها، هل اما تتنجح به واما تخليه هو هذا هو. يعني بصفه عامه، واش يعني الان في المغرب الصفقات العموميه كتمر بشكل قانوني، او هناك مجموعه الاختلالات اللي كتعيق المقاومه؟ بيان سور تتمر دابا حاليا ولله الحمد، نظرا للاحتكاك ديالنا مع الادارات وهكذا اللي شفنا، وهو تتمر بواحد الشفافيه، تتمر بواحد الشفافيه وتتمر بالمنطق وبالمعقول، لان كاين لاكور دي كونت، كاين واحد المجموعه ديال المراقبات، فهمتي؟ كاين القانون، واحد المجموعه ديال القوانين اللي تتصاحب هاد المسائل هذه، فهمتي؟ هاد المسائل هذه تتصاحبها واحد المجموعه ديال القوانين، عندك القانون 61 على 99، عندك القانون 62 على 99، عندك القانون 62 على 00، وهو فيه المراقبة، فيه المحاكم، وفيه بزاف ديال المسائل، وفيه بوديت التدقيق، وفيه سميتو، وفيه بزاف ديال المسائل، وكاينه الحكومة هي اللي مكلفة بهذه المراقبة بالهياكل ديالها، وكل الاختصاص ديالو. كلمة أخيرة بمناسبة هذا اللقاء العلمي والحضور. أنا جيت فرحان وتخص بالنسبة لله الحمد، لاحظنا بعد الدولة، الحمد لله الدولة هذه الدولة الشريفة، فات محمد السادس نصر الله وأيده، من طنجة إلى الكويرة كاين واحد التحسن في الصفقات، ما بقاش ذاك القيل والقال كما كان من قبل. لان كان واحد الطون تيدوز غير اونيكمون ان بون كوموند وتيجي، دابا لا، دابا كاينه المراقبه القبليه والمراقبه البعديه، وكل واحد وكاين المحاسبه، فهمتي؟ وكاين واحد مجموعه ديال الهيئات ومجموعه ديال الجمعيات اللي تيحاربوا الهدر ديال المال العام مهما كان، وتيبلغوا وتيشوهوا بهذوك اللي قاموا به. إذا حتى داك السيد اللي غادي يدير متاع، غادي يدير الحديد ديال 20، غادي يدير الحديد ديال 8 ولا كذا ولا كذا، تيخاف من المراقبة البعدية تمشي تجي، وغادي يضربوا على يديه، وغادي يلصق مسجون، غادي يلصق لا هذه ولا هذه. وزيد ملي تتكون مثلا حتى هاد الصفقات، ماشي هو راه تيقوم بالأشغال ديالو وتيقوم بالأعمال ديالو، ولكن ما تيتخلصش في ديك الساعة، تيتخلص كاين لي ديزاكونت، كاين تروا با بليتار ولا ان سيمات، وتتبقى واحد لا كارونتي ديال داك لي ترابو كي اون تيتي انفكتيي، داك الاشغال لي تصوم. شكرا سيدي، وشكرا لكم.